هذه المسائية من الميادين نقدمها لكم من مدينة حلب ونناقش فيها. في موازاة كارثة الزلزال، إرهاب داعش يتحرك ويقتل في تدمر، والمسلحون يمنعون دخول المساعدات إلى الشمال السوري. أي أهداف؟ التشكيلة الفاشية للحكومة ومحاولة السيطرة على القضاء والأمن تنقلبان مأزقا على نتنياهو. أي تحولات بنيوية في مسار كيان الاحتلال؟ مرحبا بكم. بالتفجير حينا وبمنع المساعدات حينا آخر، تبرز أنواع مختلفة من الإرهاب. في تدمر يضرب داعش فيقتل المدنيين مستغلا ظروف الزلزال وتبعاته واستنفار الحكومة السورية ووزارة الدفاع. وفي شمال غرب سوريا يلعب المسلحون على وتر المساعدات تسييسا ومنعا وابتزازا. مدنيون استشهدوا في هجوم لداعش بالأسلحة الرشاشة في ريف حمص الشرقي، اختارهم التنظيم هدفا لرسائله الإرهابية الدامية. أما على جبهة الزلزال فأعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نقل مساعدات الإغاثة من مناطق الدولة السورية إلى المناطق الخاضعة للمسلحين تعثر بسبب رفض هيئة تحرير الشام. فلماذا يمنع المسلحون إدخال المساعدات إلى المنكوبين؟ ومن يقف فعليا خلف قرار كهذا؟ ولماذا يجري تجاهل هذا الموقف واتهام دمشق بالتسييس؟ إذن هذه عناوين ومحاور الملف الأول في المسائية، نفصله ونناقشه مع ضيفينا. معنا هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية دكتور كمال جفا، معنا من جنيف مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف دكتور رياض الصيداوي. مرحبا بضيفينا. اسمح لنا دكتور رياض الصيداوي أن تكون البداية من هنا مع الدكتور كمال الجفا، وأبدأ وإياك في التزامن أو في البحث عن أيضا الرسائل في عملية لتنظيم داعش في توقيت يعني البلاد تعيش زلزال كارثي وتبعات كارثية. أي رسائل وأي دلالة للتوقيت لمثل هكذا عملية؟ نعم، مساء الخير وتحية لمشاهدي الميادين. حقيقة الأمر متوقع أن يكون هناك استغلال لهذه الظروف الأمنية التي تعيشها سوريا، ومتوقع السبط المطلق الذي يعني خرست فيه كل أفواه ومحطات وأقنية وكل من هو يدعم هيئة تحرير الشام لنقل وجماعة الجولاني فيما يتعلق بالكارثة الإنسانية. المفاجأة الأكبر أننا كإعلام سوري وكإعلام عربي اعتبرنا كل من سقط في سوريا إن كان داخل مناطق الدولة السورية أو في مناطق سيطرة المسلحين، إن كان هيئة تحرير الشام أو درع الفرات أو ما يسمى حكومة الوطنية، هم شهداء لسوريا. وهذا الموقف الإنساني الكبير جدا من أعلى مسؤول في الدولة حتى من السيد الرئيس أن سوى بين السوريون أجمع، وهذه أول مرة كانوا يتوقعون أن الدولة السورية تنأى بنفسها عن كل ما حدث في شمال سوريا. لكن القرار السوري الأخير يدل على المستوى العالي من القيم والأخلاق التي تنظر فيه الدولة السورية إلى كل مواطنيها بلا استثناء. أيضا كشفت عورة هؤلاء بأن هيئة تحرير الشام انكفأت برغم كل ما تملك من أموال ومعدات عن عمليات إنقاذ المدنيين، وتركت قرى ومدن ومجمعات سكنية بأكملها، ولم ترسل لا عناصر المقاتلين كما يقال برغم امتلاك أو القوة الأمنية التي تملكها برغم امتلاك أكثر 150 ألف مقاتل ورغم عشرات الآليات التي تستخدمها في عمليات التجشيم وعمليات القنص وعمليات النقل العتاد والثقيل، لم تستخدمها ولم تزج فيها في الوضع الإنساني الصعب جدا. أنا أفهم منك دكتور كمال جفا، أنت تربط بين التفجير الذي قام به تنظيم داعش وقرار أيضا هيئة تحرير الشام. أنا أعتقد أن القرار واحد، يعني عدم إدخال المساعدات، عدم فتح المعابر، وتحدث عن أنه في آليات ومعدات موجودة لكن أيضا لم تستخدمها، جدا مسروقة، كيف ولماذا؟ ومدخلة ومستوردة، وأنت تعرفين أن كل شيء مفتوح ومتاح لكل المجموعات السورية والحدود المفتوحة 10 سنوات، وكان من المفروض أن يملكون آليات وتجهيزات وموجودة على لماذا على خطوط الجبهة يستطيعون التدشين خلال ساعات جبهات بعشرات الكيلومترات.
كشفت عورة هؤلاء أمام المدنيون العزل الذين وقعوا من جراء هذا الزلزال وهذه الحادثة الفظيعة جدا رغم كل ويلات الحرب. حقيقة الأمر اليوم نرى أن هناك أصوات من الداخل ربما ستحدث تغيرا استراتيجيا في كل ما علقت عليه هذه المجموعات المسلحة. أنا لا أتكلم فقط عن هيئة تحرير الشام، أتكلم أيضا عن الخلاف بين ما يسمى حكومة الائتلاف أو الحكومة المؤقتة مع قسد، حين منعت حكومة الائتلاف كل الإمدادات التي أرسلتها قسد ومنعت دخول أي مساعدات حتى من طرف الدولة السورية وتركوا المدنيين لمصيرهم. أقول لك أن هناك حقيقة الأمر هم الأكثر تضررا فيما إذا ربطناه في الموقف الإيجابي التركي، في التعاطف السوري، في التعاطف العربي، وحتى قناة الميادين عندما وضعت علمي البلدين تركيا وسوريا طيب. اعتبرت القضية قضية إنسانية واحدة لم تفرق بين الشعب السوري أو نريد الشعب التركي. عندما أعود إليك لنفهم الخلفيات أيضا والأهداف التي يتم توخيها انطلاقا من هذه الخطوات التي اتخذت، تحدثت تحديدا عن هيئة تحرير الشام أو باقي الأطراف التي تتواجد في شمال غرب سوريا. نعم. وهناك في مأساة إنسانية حقيقية. دكتور الصيداوي، إذا لديك أي تعقيب أو لا أدري إذا كنت تربط أيضا بهذه العملية التي قام بها تنظيم داعش فيما البلاد تعاني من زلزال وتبعات كارثية، وفي إحجام بالنسبة للجماعات المسلحة في شمال غرب سوريا من فتح المعابر، هناك كوارث على المستوى الإنساني، ناس بحاجة لاستشفاء لدواء للخروج، وهو موجود أيضا في المقلب الآخر في باقي جغرافيا الوطن السوري، مغلقة المعابر ولم يتم قبول إدخال المساعدات تلك التي يعني بإشراف الأمم المتحدة ويقوم الهلال العربي السوري بإيصالها. في التقييم قراءتك للموضوع ما هي، وإلى أي حد يجب أن نسأل من يقف خلف هذا القرار لتلك الجماعات؟ أول شيء تعزية كبيرة لشعبنا العربي السوري الصامت بهذا المصاب الجلل، وهم صامدون رغم كل المؤامرات، وتحياتي لكم من حلب الأبية الشهباء الصامدة، وهذا ليس غريبا عن الميادين أيضا لأن صوت المقاومة. شكرا على دعوتي، باعتباري أعتبر نفسي من المختصين في داعش لأني كتبت كتابين، واحد بالعربي أسرار داعش وأخواته، خريف الدم العربي أسرار داعش وأخواته، والثاني باللغة الفرنسية وهو مش ترجمة يعني كتاب آخر، دي برينتون أغاب أداعش، من الربيع العربي إلى داعش، وأعطيت محاضرات وأبحث علميا في هذا المجال. أول شيء نبه به للمشاهد الكريم هو الإرهاب الوظيفي. الإرهاب الوظيفي، ما معنى الإرهاب الوظيفي؟ يعني داعش أنشأوها لأن عندها وظيفة، وظيفة هي تحطيم وتدمير وتقسيم الدولتين العراق والسوري. أعطي مثال محسوس عن ذلك، تصريحات برنار باجولي وهو مسؤول آنذاك المخابرات الخارجية الفرنسية دي جي اس او في 27 أكتوبر 2015 في واشنطن، يقول بالحرف الواحد بعد اجتماعه مع نظراء السي اي اي والام اي 6، انسوا خرائط سوريا والعراق الحالية، ثم خرائط جديدة تتشكل. الراجل يعدنا بماذا؟ بخرائط جديدة، وهي تقسيم كانتونات طائفية، وكان هذا هو الهدف. طبعا خرجت التصريحات فيما بعد، حتى جو بايدن نفسه وهو الآن رئيس الدولة الأمريكية، لكن عندما كان نائب الرئيس الأمريكي آنذاك أوباما أمام طلبة جامعة هارفارد يقول بالحرف الواحد، أصدقائنا السعوديين والقطريين والأتراك وصديقي هو أردوغان مولوا ودعموا الجماعات الإرهابية في سوريا لإسقاط الرئيس بشار الأسد. رولان ديما وزير الخارجية نفسه الفرنسي يقول في التلفزيون الفرنسي، سنتين قبل الأزمة في سوريا يعني 2009 كنت في لندن مع نظرائي الإنجليز، قالوا لي نعد مخططا لضرب وزعزعة الاستقرار في سوريا وتدمير النظام في سوريا. لما سألوا الصحافي الفرنسي مي بور كال غايزون، ولماذا، أجابه هذا نظام يرفض التطبيع مع إسرائيل، هذا نظام يدعم في المقاومة اللبنانية والفلسطينية، اتخذ قرار غربي بإزاحته وإزالته. وتصريحات كثيرة جدا التي اشتغلت عليها. مرحلة دكتور الصيداوي، واليوم مرحلة مختلفة وجرت مياه كثيرة وتحولات، وفي قدرة كان على الثبات وحسم الميدان أيضا في سوريا. اليوم نحن بعد تلك السنوات وسنوات أيضا حصار، يأتي هذا الزلزال
ولا اصطفافا يعني غربيا في مكان بعيدا عن الناس ويترأسه الولايات المتحدة الأمريكية. في واقع في شمال غرب سوريا مأساوي جدا، نحن نتحدث عن مناطق يعني تقريبا ثلاث أرباع سويت بالأرض، في ناس تحت الأنقاض، لا يسمح فتح المعابر، لا يسمح بإدخال المساعدات، تبدو الخطوة مستهجنة غريبة لافتة، وفي مروحة من المجموعات المسلحة التي تتبع بخلفياتها بشكل مختلف بين قوى عربية إقليمية دولية وما إلى ذلك. في تشخيصك، ما سبب هذه الخطوة؟ من يقف وراءها وأي الأهداف؟ قلت الإرهاب بشكل سريع الوظيفي، لطفاً. هذه الإرهاب الوظيفي، هذه الجماعات على مستوى مكلفة الدول بمهمة. أيضاً. نعم، وقلت الإرهاب الوظيفي وتحدثت عن هذه الدول، هي مجندة لوظيفة تؤديها، تشكلت من أجل وظيفة. الآن ثم زلزال، ثم مأساة، لا تصل المساعدات، فهم يعتبرون إمكانية أن الشعب العربي السوري يتحرك أو ينتقد قيادته أو يتضارب مع قيادته باعتبار هذا الحصار، ثم باعتبار هذه العمليات. إذا نحن أمام الإرهاب الوظيفي، هذه الجماعات إذا هي موجودة الآن فتؤدي بشكل وظيفي. لوران فابوس وزير الخارجية الفرنسي يقول بالحرف الواحد لما كان وزير خارجية، النصرة في دي بون بولون سيغ، يعني النصرة تقوم بعمل جيد جداً في سوريا، والنصرة هي فرع القاعدة، وحسب مجلس الأمن هي وداعش تنظيمان إرهابيان. حتى نفهم من يحرك الخيوط، من يمول، نعرف عربيا وزير الخارجية القطري كشف وفضح ذلك، يعني مشكورا بين قوسين، قال احنا والأخوة السعوديين سوريا صيدت هاوشنا عليها وفلتت منها، هذا كلامه، دفعنا مئات المليارات الدولارات، هذا كلامه. إذا البرنامج متكامل، ما حدث ضد تدمر اليوم هو جزء من هذا البرنامج الكامل الذي فشل فشلا ذريعا صحيح. اسمح لي لكن أن نسأل هنا دكتور كمال الجفا، دكتور الصيداوي، لنفهم هل لنا أن نفصل الأمر؟ يعني اختلفت المواقع ومواقف الدول وقدرتها حتى في التأثير في الساحة السورية في العشرية الماضية، وبالتالي الآن هذه الخطوات أو هذه القرارات من هذه الجماعات، من يصطف خلفها إذا أردنا أن نقول بأنها بالفعل تأتمر بأمر دول خارجية، وما الأهداف الذي تريد أن تحققها؟ صحيح، نعود إلى ما قبل الزلزال، كان هناك مفاوضات منذ زيارة الصحف الأمريكي إلى والتقائه بمارتن سميث والتقائه بمحمد الجولاني، وكيف تم فتح خطوط والتواصل، وتم إعداد ما يسمى لجنة أو غرفة عمليات مشتركة بالحفاظ على المكونات الغير سورية، أتكلم على التنظيمات التي تعتبر جهادية في المفهوم الراديكالي، وهي الحزب الإسلامي، أجناد القوقاز، جيش الملاحم، جيش المهاجرين، مجموعة من المقاتلين الشيشان والأوزبك والتركستان، والذين تبين لاحقا أن قسم كبير منهم وغطيتهم قد انتقلوا إلى أوكرانيا. قسم كبير من مقاتلي الحزب التركستاني وقيادته انتقل إلى أفغانستان إلى داعش خراسان. ولاحظتي أنت العملية التي تمت العملية الإرهابية الكبيرة جدا في أفغانستان، تبنتها طالبان باكستان. طالبان باكستان هي على خلاف مع طالبان أفغانستان بسبب قيام الصين وإيران وروسيا بفتح خطوط تواصل ومفاوضات مع حركة طالبان، وتم كما يقال محاربة التيار المتشدد في طالبان، لذلك انشق قسم كبير من عناصر وقيادات طالبان، انشقوا وانضموا إلى داعش خراسان، وبدأ التنسيق. متى حدثت الزيارة؟ عندما كان رئيس الوزراء الباكستاني في زيارة إلى موسكو. هذه القوى الإقليمية، نعود إلى أدلب، قرار الجولاني عندما زار قبل الزلزال أيضا المبعوث الأمريكي والتقى ببعض العشائر العربية وقال لهم نستطيع أن نبعد قسد ونقوم بتسليم قيادات عربية الخط الفاصل أو الحزام الأمني 35 كيلومتر، ونبعد قسد والمكون العربي هو الذي يقوم باستلام هذه المنطقة وإجراء مصالحة مع هيئة تحرير الشام. اربطيه بالجولاني لما قال سنعمل على إقامة حزام سني في الشمال. أنا أعتقد أن المتضرر الأكثر من أي تقارب على الإطلاق
هي الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تنتهي. يعني هل منع المساعدات في هكذا واقع وهكذا ظروف صحيح يعني يتوخى مثل هكذا أهداف أو بأمر الولايات المتحدة الأمريكية؟ سأعود لهذه النقطة، ولكن قبل ذلك أيضا نعرض لهذه المادة تساعدنا في النقاش. إذا لماذا الإصرار على تسييس المساعدات، ولماذا تحرك داعش بإرهابه في تدمر، ولماذا يرفض المسلحون دخول المساعدات إلى شمال سوريا؟ نتابع. أهلا بكم. منذ اللحظة الأولى لتكشف تبعات الزلزال دخلت الإمارات على خط الوساطة لإدخال المساعدات إلى مناطق المسلحين، وحاولت إقناع المجموعات المسلحة وفي مقدمها هيئة تحرير الشام وما يسمى الجيش الوطني التابع لأنقرة. وساطة أفضت إلى صيغة تسمح بإدخال المساعدات برفقة وفد من فريق الأمم المتحدة العامل في سوريا، لكن ذلك لم يحصل نتيجة عدم الحصول على موافقة الهيئة وفق الأمم المتحدة، لا سيما أن قرار هذه المجموعات ليس بيدها في ظل تبعيتها للخارج. المجموعات المسلحة لم يصلها فعليا من المساعدات عبر تركيا إلا النذر اليسير نتيجة تداعيات الزلزال على الطريق الواصل إلى معبر باب الهوى. ومن الواضح وفق مراقبين أن الأولوية لدى أنقرة هي لإغاثة المتضررين على أراضيها وليس في إدلب أو في أرياف حلب الشمالية. إلى ذلك تبرز الاتهامات الغربية لدمشق بتسييس المساعدات، رغم أنه ليس هناك مساعدات أممية، بل اقتصرت المساعدات حتى الآن على الدول الصديقة والشقيقة. وتاليا فإن الحديث عن تسييس هنا لا أساس له، إذ يرى مراقبون أن الاتهام المسبق يهدف إلى لجم الاندفاعة التي تمثلت لدى الرأي العام الدولي لرفع الحصار والعقوبات على الأقل ريثما تستطيع سوريا أن تتدبر أمرها بعد الزلزال. دكتور رياض الصيداوي، السردية التي يتم العمل عليها، يعني في عمليا إحجام عن المساعدة على المستوى الغربي، حتى الأمم المتحدة حتى الآن لم تدخل مساعدات إلى سوريا، وتم الحديث أنه لديها مساعدات ولم توصلها حتى للمناطق في شمال غرب سوريا حيث هي خارجة عن سيطرتها، تم الترويج لذلك، في حين بأن الهلال الأحمر العربي السوري هيئ قوافل مساعدات ويفترض كانت أن تدخل اليوم واحدة منها، الأمم المتحدة ترعاها وتشرف عليها، وبعد أن أجلت ألغيت بقرار من تلك الجماعات التي لا يصلها أساسا أي مساعدات. الموقف الغربي هنا ماذا في خلفياته، ولماذا هذه السردية؟ هناك تسييس للمساعدات وهناك تشويش وتشويه أيضا بالنسبة للدولة السورية في خلفية منع المساعدات عن باقي الشعب السوري في شمال غرب سوريا، برأيك؟ كل المواقف الغربية سبق أن تحدث عنها رولون ديما وزير الخارجية الفرنسي، قال من 2009 وإحنا نعد مخطط ضد سوريا. عندهم بعض الأمل، لما يدركوا أن سوريا انتصرت ولكن عندهم أمل أنه تبقى جيوب لا أقول للمقاومة، أنهم جيوب للإزعاج، جيوب للإزعاج. طبعا المساعدات باستثناء إيطاليا، أعتقد إيطاليا من بيروت أرسلت مساعدات مباشرة للدولة السورية، يعني فرق إيطالية أعتقد ثم استثناء إيطالي، لكن لو نقرأ خريطة المساعدات سنجد أن دول البريكس ودول معاهدة شنغهاي حاضرة بقوة، الصين وروسيا والهند، وتعرفي البريكس قوة اقتصادية ضاربة والمستقبل سيكون مستقبل البريكس ومعاهدة شنغهاي. ثم الدول العربية عند قائمتها، الجزائر قامت بجسر جوي، الإمارات قامت بجسر جوي وهذا استثناء خليجي في الواقع لهم تشكر عليه، تونس أرسلت طائرات مباشرة وحطت في حلب، تونس التي كانت تصدر الإرهابيين في عهد حكومة النهضة ترويكا اليوم تصدر المساعدات الإنسانية، وفرق إنقاذ تعمل ليلا ونهارا. ولعلم الأخوة والشعب السوري العربي الذين سفروا الشباب التونسي المغرر بهم إلى سوريا اليوم في السجن، وعلى رأسهم رئيس حكومة سابق ووزير داخلية علي العريض وقيادة كثيرة من النهضة ملاحقة بتهمة التسفير شباب التونسي نحو سوريا. إذن هذه الدول العربية كما قلت، الإمارات، عمان، تونس، العراق، مصر، الجزائر، الأردن، لبنان، تقوم بواجبها ومباشرة، ما في شيء اسمه لا قانون قيصر ولا قانون سيزار، يعني مباشرة ترسل إلى طائراتها إلى مطارات حلب ومطارات دمشق، وهذا هو المطلوب. نحن في الجزائر قبل القمة العربية في منتدى وهران
للمجتمع المدني. أنا اقترحت أنه وقد تم تبني ذلك في توصيات الجامعة القمة العربية في 1 نوفمبر، اقترحت أن تلتزم كل الدول العربية بعدد مساعدة دول أجنبية في حصار بلد عربي، وهذا شيء طبيعي. أنت سوريا تحاصرها دول عربية لصالح دول أجنبية وصالح الكيان الصهيوني، هذه فضيحة من العيار الثقيل. لكن هذه دول عربية شجاعة كسرت جدار الصمت، ثم الأكثر من ذلك العالم تغير في كل الأحوال. يعني سيعاقبون من؟ عقوبات ضد سوريا، ضد روسيا، ضد الصين، ضد الهند، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. العالم تغير، انقسم، نحن أمام نظام متعدد الأقطاب. وهذا واضح يعني فيما نشاهد في التفاعل بين كيف تفاعلت الدول مع بداية الحرب في سوريا وعليها، وبينما كيف تتفاعل الآن. هذا يفضي بالخلاصة إلى أن العالم تغير. ما رأيك بما طرحه الدكتور إياد صداوي والدكتور كمال الجفا؟ ويعني الآن نحن نسأل عن الأهداف. يعني أنت تضع الأمر في خلفيات كثيرة وشرحتها، لكن كيف يكون ترجمة فعلية من خلال مساعدات؟ تحدثت أنت عن نوع من النقمة حتى والغضب بالنسبة على المستوى الشعبي في تلك المناطق. صحيح. لاحظي أنت الرأي العام الدولي كله، الشعوب العربية، الشارع العربي، كثير من الدول الصديقة وحتى الغير صديقة لسوريا، لاحظي حجم التعاطف مع الدول، مع سوريا كدولة. لم يقولوا نتعاطف مع الشمال أو نتعاطف مع مناطق قسد، قالوا سوريا، سوريا الدولة. المعونات التي ترسل حتى من بعض الدول التي كانت على خلافات مع سوريا يوضع عليها علم الدولة وعلم سوريا الدولة. وكم حدثت من، بتعرفي موضوع كيف تبنوا العلم وكيف دخلوا ولا الجامعة العربية. حقيقة الأمر أن هناك رؤية جديدة كان فيما يتعلق بحجم التعاطف العربي والدولي والأوروبي، ونترجمها اليوم الواقع على أرض الواقع بحجم حتى التبرعات التي بدأت تتدفق وفي كثير من دول العالم لدعم الشعب السوري، الشعب السوري كدولة. لم يتطرق أحد إلى الطرف الآخر. يجب أن يكون هناك شيء يزيح الضوء عن التعاطف الدولي مع الشعب السوري مع الدولة السورية. وأنا لا أستبعد أن يكون هناك هجمات ربما لهيئة تحرير الشام لإشغال الرأي العام. هل هجمات تنظيم داعش في ذات الإطار؟ أنا أعتقد بنفس، ولا حتى أستبعد حتى هجمات إسرائيلية تقول، وسمعنا بعض الصحافة الإسرائيلية تقول أن حزب الله، وللأسف بعض الأبواق العربية ومن داخل لبنان وبعض الدول الخليج، بعض الأبواق يعني عم بيقولوا أنه سيستغل حزب الله ويستغل الحشد الشعبي وإيران إدخال الأسلحة إلى سوريا. ولاحظتي أنت كم هناك من حملة تشويش وشيطنة قزارة، ليست نسميها بأسماء. لذلك سقطت مقولة ما يسمى أن الدولة السورية سيست المساعدات. أنتم فريق الميادين منذ عدة أيام في حلب، اذهبوا إلى مراكز الإيواء والمجموعات الشبابية التي تقوم بالخدمة هؤلاء المهجرين والنازحين، اسألوهم أليس عشرات الآلاف من أبنائنا في كل الجمعيات بالأمانة بالهلال جمعيات خيرية الخاصة، إذا سألتهم هل تذهبون إلى إدلب وإلى مناطق الشمال لإنقاذ أهلكم وأخوتكم، ستحصلون على 90 و95% من أجوبتهم أننا مستعدون للذهاب إلى تقديم هذه الخدمات الإنسانية التي يقومون بها في مناطق إدلب. حتى أنت اليوم لدينا استعداد وأبدأ رغبة وإمكانيات وضعت من الجمهورية الإسلامية في إيران، إيران بالكامل أيضا اليوم للدخول للإغاثة لتقديم المساعدات. سقطت ما يسمى لك، ما الواقع في داخل تلك المناطق وأنت يعني قريب منها وابنها؟ صحيح. في بداية الأزمة قاموا بعمليات قصف، فيديوهات مثبتة، إلى محطة زيزون الحرارية. صدرت الأوامر بتدمير البنية التحتية للدولة السورية. طيب محطة حرارية تخدم بدين لمين المحطة الحرارية زيزون؟ لأدلب، تخدم أدلب. هل يعقل تحت شعارات راديكالية قالوا يعني، وآسف على التعبير، لا نريد نور الأسد فنور محمد يكفينا. أليس هذا دور وظيفي كما صرح الضيف الكريم؟ أليس هذا دور وظيفي؟ من قال لكم أن هذه المحطة، أنتم تسيطرون على هذه الأرض، لماذا تدمرون المحطة الحرارية؟ هي لكم. لذلك لاحظي أنه حولوا إلى مناطق الشمال، مناطق الشمال إلى بؤس فقر، الأموال الهائلة التي
يعني التي ضخت في الشمال تم استلمها أمراء الحرب وقاموا ببناء أبنية عشوائية سريعة جدا. لذلك عملية السقوط، لاحظي عملية التدمير بكل المناطق التي دمرت في الشمال هي أبنية حديثة مبنية خلال السنوات الأخيرة عبر متعهدين هيئة تحرير الشام، وليس أبنية القرى والمدن التي بنيت خلال عشرات السنين من وجود الدولة. طيب في نقطة اسمح لي أنقلها للدكتور رياض الصيداوي، أثارها هنا دكتور كمال الجفا، أسمع رأيك فيها، بأنه في محاولات الآن لإزاحة يعني الرؤية، حيث في جوهر الخلاصات هناك حضور للدولة السورية متواجدة مع الناس المنكوبة في تفاعل دولي وإيصال المساعدات وتوصيلها يعني من هذه الدول مع الدولة السورية مع القيادة في دمشق ومنها إلى باقي السوريين. هذا مشهد لا يرغبه من يعني اشتغل في سنين الحرب وسنين الحصار، عشرية النار وما بعدها، بالتالي وكأن كل الحصاد الذي شغل عليه يضيع. نحن أمام يعني مرحلة قد تكون من التشويش أو إزاحة النظر عن هكذا خلاصات، عمليات قد تقوم بها جبهة النصرة كما أشار دكتور كمال جفا، أو ما قام بها داعش قد تذهب إلى تكرارها، أو دخول إسرائيل على الخط من خلال التشويش وتشيطنة المساعدات التي تأتي من حلفاء دمشق. هل ترى الأمر بهذا الاتجاه؟ نعم، هو بالتأكيد أنت قلت، استخدمت تعبير جيد جدا وهو في محل التشويش، بمعنى القوى الغربية التي تآمرت على سوريا، وحتى قناة التلفزيون السوري من الأسابيع الأولى من 2011 شالوها من الهوت بيرد، يعني لم عد التقطها في الهوت بيرد، يعني هم أدركوا أنه مخطط انهار وفشل، وانتصرت سوريا جيشا وقيادة وشعبا، وأيضا بفضل مساعدة حلفائها وعلى رأسهم روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين أيضا وبعض الدول العربية القليلة التي وقفت مع سوريا وعلى رأسها الجزائر. هم أدركوا، ثم إدراك لمن خطط سنة 2009 حسب رولان دوما لإسقاط النظام الوطني في سوريا أن المخطط فشل فشلا ذريعا، وسوريا الآن تسيطر تقريبا على 95% من أراضيها، يعني بقيت القلة القليلة إن شاء الله تحرر في أقرب وقت. إذا ماذا نفعل؟ نشوش، نزعج. هذا الانتصار لا يجب أن يكون قويا، يجب أن نخفف من حدة هذا الانتصار، علما أنه حتى الرأي العام الأوروبي مع سوريا. أنا مع أوروبيين يقول لي كيف لحكوماتنا الغربية تساند النصرة والإرهابيين ضد نظام تقدمي، ضد نظام مع حرية المرأة، مع تقدم المرأة إلى آخره، وتقبل أن تتعاون مع دول يعني شديدة التخلف وتنشف في الإرهاب وتنشف التطرف في كل أنحاء العالم. أحكي لك عن الرأي العام الأوروبي، مرة لفيجارو عملت عبر الإنترنت استفتاء حول صبر أراء حول الرئيس بشار الأسد، 70% من الشعب الفرنسي قالوا نحن من بشار الأسد، ولما تتحدثين مع الأوروبيين كرأي عام بدأوا يستوعبوا وبدأوا يدركوا أن ما حدث ضد سوريا هو مؤامرة، وهذه مؤامرة فشلت. لكن الغرف المظلمة التي خططت لما يسمى بالربيع العربي، كتبت فيه كتاب، فشلت فشلا ذريعا في اسقاط النظام الوطني في سوريا. قال خلاص خلينا نشوشوا ما دام عندنا احنا ادلب وبعض الجيوب هنا وهناك وبعض المرتزقه هنا وهناك، خلينا نشوشوا نزعجوا على الاقل نخفوا من حده الانتصار هذا، ولا يكون انتصارا صارخا. لانه يعني يعرف انتصار جمال عبد الناصر ضد العدوان الثلاثي 1956 كيف اصبحت حركه القوميه العربيه والثوره العربيه، وسقطت ملكيات كثيره وملكيات قائمه الان كادت ان تسقط بفضل التحركات. الحدث عنه دمائي. دكتور الصيداوي هو كسر الحصار عن سوريا انطلاقا من تفاعل هذه الدول وتقديم المساعدات. السؤال الموجه لي، نعم نعم، طبعا هم يحاولون بكل الطرق بما فيها استخدام سلاح المساعدات. شوفي، لانه تركيا عضو في الناتو فقط عليها كل دول الناتو تقدم لها وعلى رأسها الكيان الصهيوني، يعني عضوة في الناتو تقدم خدمات للناتو، وهي عراب على فكرة، هي عراب يعني خطة الناتو في سوريا. لكن سوريا لأنها صامدة، أيضا سوريا يعني ليست بهذا اليتم الذي نتصور، لا، معها دول قوية العالم، هي روسيا كما قلت، هي الصين. الصين ستصبح سنة 2030 أقوى اقتصاد في العالم، الناتج الداخلي الخام الصيني سيتجاوز الأمريكي، يعني معها دول بريكس وهي منظومة قوية، دول معاهدة شنغهاي ودول عربية. بالعكس، أنا حسب رأي كرة الثلج الدائمة
لسوريا تقوى أكثر فأكثر، وكرة الثلج المقابلة تضعف. أنا فكرة مثلا ثم استثناء إيطاليا، قرأت وشاهدت أن إيطاليا فعلا دخلت إلى سوريا لتقدم للدولة السورية مساعدات إنسانية عبر مطار بيروت. بدأنا نرى نوع من التفاعل على المستوى الغربي دكتور، هو دكتور كمال الغريبي، بالتعاون مع الحكومة، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع الإيطالية، الطائرتان هما طائرتان عسكريتان إيطاليتان، ما حملتهم مساعدات هو من رجل الأعمال التونسي دكتور كمال الغريبي، لكن في حضور بشكل أو بآخر تفاعلا موافقة. كقرار موافقة كدولة رسمية. إيطالية موافقة ومساهمة وتنسيق. أكمل لك على التشويش بس، حاولوا منذ اليوم الأول للتأثير على الرأي العام وعدم إرسال مساعدات من قبل المغتربين. أنت بتعرفي قديش حجم المغتربين السوريين بالخارج، بدأت تنتشر بشكل سريع أنه سرقة المساعدات، الدولة، الجيش، الناس يقومون بسرقة المساعدات، وكان هذا وكان بعد المساعدات تجمع لم تتم عملية التوزيع بعد. تمام، لذلك لحظي حتى هن يأسروا ويصير ردات فعل عكسية، لا الدول ولا السوريين يرسموا مساعدات. اليوم وين السرقة بتصير؟ بنطاكة وبقهرمان مرعش وكذا. اليوم الأمن التركي أعلن اعتقال آلاف السوريين، آلاف اللصوص يقومون بسرقة البيوت، للأسف أكثرهم سوريين. طيب الفكرة التي يعني نريد أن نركز عليها هنا في الخلاصات، لأنك أشرت لنقطة، قد يكون هناك في عملية ربما تسعير لعمليات إرهابية أو حتى أكيد تدخل أكيد إسرائيل على الخط. واليوم عندما تأتي مساعدات من العراق، الحشد الشعبي يبرز، إيران تبرز، العراق ككل كدولة بقوة وحكومة بقوة، حشد شعبي، جيش عراقي وشعبا، الطيران العراقي العسكري، الشاحنات نعم، وتحضر صحيح. إيران وتحضر بعض الدول، وقال أنه هذه مساعدات في أسلحة قد تدخل إسرائيل على الخط صح. ومن يحاسب هنا إذا ما ضربت حتى المساعدات قبل الإنسانية. الزلزال بيومين اسمح لي أسألك عن دور الإمارات هنا، صحيح ما هو دور الإمارات، وكان في اتصالات لإدخال مساعدات صحيح. وجاء وزير الخارجية الإمارات التقى الرئيس أنا أعتقد أنه يحمل الرسالة بالإضافة لرسالة التضامن. لا دائما اعتدنا أن يكون الإمارات هو عراب التهدئة أو تخطيب الجروح السورية بشكل تدريجي. أعتقد هناك وسط، تفضلت وقلت أن هناك ربما مفاوضات وصلت إلى مرحلة متطورة مع القيادة الفرنسية، هناك رغبة حقيقية لدى فرنسا بإعادة العلاقات. الفرنسا تقول أن كل العالم تعود إلى دمشق، لماذا لا نكون سباقين بالعودة إلى دمشق؟ وربما يكون كما قلت لك يعني تم تحديدا في تلك المنطقة شمال غرب سوريا، أنا الوقت يعني تقريبا انتهى صحيح. هذه الجماعات تتبع لدول أو في خلفيات، الدور الأمريكي حاولت الإمارات صحيح. أن تساهم في الوساطة لدخول المساعدات وتم فشل. من الذي يتحكم في القرار في مروحة الدول العربية خليجية إقليمية دولية؟ لا لا على الإطلاق، أنا أقول لك ليس هناك أي دعم خليجي لأي مجموعات مسلحة في شمال غرب سوريا على الإطلاق. اليوم القرار أمريكي أولا وأخيرا، حتى تركيا نأت بنفسها منذ فترة، وكان هناك تحذيرات أمريكية عبر عدة مستويات قيادية وأمنية من الاقتراب من القيادات الإرهابية الغير سورية، وخاصة فيما أجناد القوقاز وجند الملاحم والحزب التركستاني. كان هناك، وأنا أقول لك معلومات، حذرت تركيا وحذرت أبو محمد الجولاني من الاقتراب من هؤلاء، لأن لهم دور وظيفي مستقبلا، وهناك خشية صينية حقيقية من أن يتم نقل هؤلاء إلى أفغانستان لإعادة التفعيل وحرق أو إشعال النار في جنوب شرق آسيا. موضوع المفاوضات الفرنسية مع الدولة السورية، لديك معطيات غير الموجودة؟ لا أعتقد أنها وصلت إلى مرحلة متطورة، ربما سيكون هناك انزياحات إيجابية في هذه العلاقات، وأيضا هناك يعني عتب ربما من بعض السوريين على أنه أين السعودية أو الدور السعودي. أعتقد أن الإمارات لا تعمل إلا بتنسيق مع السعودية، أعتقد ذلك، وربما بسبب وضع الأمير محمد بن سلمان، وبتعرفي العلاقة المتأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيما وأن هناك على مرحلة والتهيئة لاستلام العرش، فتوكلت الإمارات العربية المتحدة أخذ الدور الريادي في إرسال مساعدات والجسر الجوي إلى سوريا. يحمل رسالة يعني وزير الخارجية الإماراتي ممن؟ لا أنت بتعرفي في الوفد دائما عمان والإمارات هي كما يقال تحمل رسائل الخير، ربما وساطات، وحملت حتى في بعض الأحيان مشاريع،
تم رفضها سوريا فيما يتعلق بالمشروع، تعرفي مشروع التطبيع والتسويه مع يعني حتى برغم الان من يعني من المملكه العربيه السعوديه. لا لا اعتقد انه لا انا يعني هو بالتحليل معلومات. ما ليس معلومات دقيقه، المملكه العربيه السعوديه دوره ايجابي جدا خاصه بعد الزيارات الامنيه والتنسيق الامني بينه وبين الوفد الامني السوري، واليوم هناك انفتاح على اكثر، ربما ايضا لا ننسى يعني مصر اليوم اين؟ نعم هناك يجب ان يكون هناك دور مصري اكبر فيما يتعلق ان كان في عمليات انهاء الحرب في سوريا او ان كان تقديم الدعم لكل افراد الشعب بشتى انواعه. شكرا جزيلا لكم الباحث في الشؤون العسكريه والسياسه الدكتور كمال جفا، ضيفنا هنا في الاستوديو. دكتور رياض الصيداوي ضيفنا وانت مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاجتماعيه من جنيف، شكرا جزيلا لك. من جديد شكرا لضيفينا. مشاهدينا فاصل قصير نفتحه من بعده الملف الثاني في المسائيه ونبحث في المآلات، هل بالفعل الحكومه الفاشيه في تشكيلتها لبنيامين نتنياهو ستشكل مأزقا له في محاولات وضع اليد على الأمن والقضاء؟ تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في المسائية من الميادين، ونقدمها من مدينة حلب في ملفها الثاني. أكبر من مأزق باتت أمامه حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع السادس على التوالي يتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وغيرها من المدن ضد حكومة بنيامين نتنياهو من بوابة رفض مشروع تعديل النظام القضائي. والتشكيلة الوزارية الفاشية أظهرت سريعا الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، فوزير الأمن القومي مثلا وضع يده على القرار الأمني في الضفة الغربية، وأثارت الخطط للقضاء معارضة شرسة من مجموعات نخبوية بينهم المحامون وكبار رجال الأعمال. صحيفة هآرتس قالت إن حقيقة أننا كلنا يهود لم يعد لها أي معنى موحد. حكومة بيبي تهوي مثل شاحنة فقدت مكابحها، ورأت أنه بقيت أمام المعارضين خيارات إخراج الأموال من إسرائيل والهجرة والتوقف عن دفع الضرائب واللامبالاة بالشأن العام. إذن هذه النقاط نحيلها للنقاش مباشرة مع ضيفنا من الجليل في أرضنا المحتلة عام 48 الخبير بالشؤون الإسرائيلية سيد أليف صباغ. مرحبا بكم سيد صباغ. ما حجم المأزق الذي يعيشه بنيامين نتنياهو وقد بدأت يعني تظهر تبعات هذه الحكومة الفاشية خصوصا في ملفين مهمين حساسين، الأمن والقضاء في إسرائيل؟ بدون شك حكومة نتنياهو في أزمة، وأزمة عميقة جدا، ولكن هذه الأزمة أمام مفترق طرق حقيقي. إما أن تتمكن الحكومة من إجراء التغييرات القانونية أو ما يسمى بالانقلاب القضائي، وبالتالي تقضي على إمكانية أي معارضة في المستقبل، أي معارضة ليبرالية في المستقبل أن تعود إلى الحكم، وإما أن تنجح المعارضة ربما بمساعدة الولايات المتحدة في منع هذا الانقلاب القضائي، وهذا المنع يعني تأجيل الانقلاب إلى الانتخابات القادمة. ولماذا التأجيل؟ لأنه المحكمة العليا تتدخل من ناحية، المظاهرات قوية جدا، رؤوس الأموال الكبيرة وخاصة شركات الهايتك تقول رأيها وتسحب استثماراتها في إسرائيل، وبالتالي هذا تأثير كبير على الحكومة وعلى الجمهور. تدخل رئيس الدولة هذه الليلة في خطابه وتقديم اقتراح أو مبادرة بالتفاوض بين الطرفين، بين المعارضة والائتلاف، والوصول إلى حلول وسط، هذا أيضا لاقى تأييد شعبي كبير، يعني أكثر من 59% من الجمهور يؤيد هذا، بينما جزء حوالي 50% من جمهور اليمين، من جمهور الحكومة الحالية، فقط 50% من جمهور الحكومة الحالية يؤيد التقدم أكثر في عملية الانقلاب القانوني. هذا كله يؤثر في تعميق الأزمة، أزمة بنيامين نتنياهو، ويضاف إلى كل هذا
أن مجموعة ما يسمى يعني المحافظين على القانون أو على قانونية أو دستورية الدولة، دستورية الدولة أو نقاء القضاء، تقدموا في المحكمة إلى المحكمة العليا في التماس، وهذا الالتماس يطلب من المحكمة العليا أن تقول أو أن تقر بأن بنيامين نتنياهو غير صالح للحكم، لأنه يتدخل في عملية الانقلاب القضائي أو التغييرات القانونية، وسيما وأنه قد التزم في التماس سابق من نفس المجموعة قدم ضده، التزم بعدم التدخل في أي تغييرات قانونية. إذا يكون بهذا، أريد أن نعرف سيد صباغ، هل بنيامين نتنياهو في مأزق فعلا وأي حد وصل إلى هذا المأزق، أم أنه بنيامين نتنياهو بحد ذاته هو المأزق، لأنه ليس فقط مع حكومة فاشية تضع يدها على الأمن والقضاء وتضرب في بنية يعني إسرائيل كما أريد تشكيلها، وإنما أيضا هو منتفع منها لأنه وضع اليد على القضاء والصلاحيات التي ستعطى للكنيست أكثر من المحكمة العليا ستفيده بشكل أو بآخر في التهرب من المحاكمة وما إلى ذلك. سأعود إلى هذه النقطة، ولكن اسمح لنا أن نعرض لهذه المادة أيضا تساعدنا حيث وصلنا بالنقاش. إذن هل يحاول نتنياهو شراء الوقت، وهل وصل الانقسام مشاهدينا إلى نقطة اللاعودة في إسرائيل؟ ولماذا يقول المستشار القانوني السابق للحكومة بأن الأزمة ستنتهي بالدماء؟ أهلا بكم. بشراء الوقت وبتصدير أزماته تصعيدا ضد الفلسطينيين، هكذا يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهروب من واقع الأزمات التي تلاحقه من كل جانب. وبينما يتظاهر عشرات الآلاف ضد حكومته ويتصاعد الغضب والمطالبات باستقالتها، هدد نتنياهو بمزيد من التصعيد ملوحا بعملية واسعة النطاق في القدس والضفة، كما تعهد بما وصفه ردا أقوى على سلسلة الهجمات الفلسطينية مع تصاعد الضغط داخل حكومته لمزيد من العنف. التهديد بالتصعيد مشاهدين جاء أيضا على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي هدد في أعقاب عملية الدهس الأخيرة بشن عملية سور واق ثانية في القدس المحتلة، محاكاة لعملية السور الواقي التي اجتاحت إسرائيل خلالها عام 2002 الضفة الغربية. تصريحات بن غفير أشعلت أزمة حادة داخلية ولاقت ردود فعل ساخرة من مسؤولين ووسائل إعلام التي وصفت كلامه بالهراء، فيما هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد بن غفير واصفا إياه بالسخيف وبوزير التيك توك. في المقابل يخرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على منبر جامعة الدول العربية في القاهرة ليؤكد أن الفلسطينيين يتعرضون لهجمة قاتلة، متعهدا مجددا بمواصلة العمل ضد الاحتلال أمام الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. وعلى خط الأزمة الإسرائيلية الداخلية، سجل دخول جديد لواشنطن من خلال دعوة رئيس جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق واسع حول التعديلات القضائية التي تدعمها حكومة نتنياهو. سيد صباغ، نحن نريد أن نفهم المسار الآن، هل المشكلة فقط في التشكيلة أم في رأس التشكيلة بنيامين نتنياهو؟ وإلى أين قد تسير الأمور طالما وصلنا إلى انقسام حاد؟ الإسرائيليون في حكومتهم سواء هذه أم السابقة لا ينقسمون في الموقف من الفلسطينيين، ينقسمون في الموقف في طريقة كل حكومة كيف تدير أن يعني تريد أن تشكل الدولة أو تديرها وما إلى ذلك. إلى أين قد تسير الأمور؟ نعم، المشكلة في بنيامين نتنياهو شخصيا، والمشكلة في التركيبة الاجتماعية والسياسية في إسرائيل وفي الائتلاف الحكومي في الوقت الحاضر. ولماذا أقول كل هذه التركيبة؟ لولا وجود بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة، هذه الحكومة بإمكان اليمين المتطرف أن يشكل حكومة مع اليمين الليبرالي، يشكل حكومة كبيرة أكثر من 70 عضو. يعني لولا وجود بنيامين نتنياهو، غانس ولابيد يمكن أن يشكل حكومة أيضا مع الليكود بدون بنيامين نتنياهو. هذا الأمر يعيقه بنيامين نتنياهو نفسه. الأمر الثاني، المجتمع الإسرائيلي عامة هو مجتمع يميني،
قليل جدا يمكن أن تجد في المجتمع الإسرائيلي ما يسمى يسار، قليل جدا. أنا أحكي في أتكلم في الموضوع السياسي، في موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو إسرائيل العربي، لا تجدين إلا القلائل يمكن أن يقبلوا بأي تفاهم أو أي حل سياسي أو يلتزم بالقانون الدولي. المجتمع الإسرائيلي انتخب هذه الحكومة، وهذه فرصة يقولونها الوزراء بشكل واضح وصريح، هي فرصة اليمين المتطرف المتدين وغير المتدين أن يحدثوا هذا التغيير في القوانين وما يسمى بالانقلاب القضائي. إذا استطاعوا أن يفعلوا ذلك وهذه فرصتهم ولديهم 64 عضو كنيست، سيغيرون الكثير ليس فقط في وجه إسرائيل وإنما في مضمون الحياة السياسية والاجتماعية في إسرائيل. لذلك هناك انقسام اجتماعي. عن ماذا نتحدث هنا سيد أليف الصباغ؟ ولماذا تعلو الأصوات ومن من يعتبرون يعني من المسؤولين من الطراز الرفيع، يعني قبلها الرئيس الإسرائيلي الحالي والسابق يتخوف من نهاية إسرائيل، يقول المستشار القانوني السابق للحكومة بأن الأزمة ستنتهي بالدماء، هآرس تتحدث عن أنه يعني مفهوم كلنا يهود لم يعد يعني موجودا أو بالمعنى الموحد له يعني أي قيمة، هذا على ماذا يدلل، على ماذا يشير، ما المقصود بكل ذلك؟ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن بعض التصريحات مبالغ فيها من أجل أن يصلوا إلى الحلول الوسط. يعني المعارضة ربما بعض شخصيات من المعارضة يتحدث عن حرب أهلية، وبعضهم يتحدث عن دماء في الشارع، وبعضهم يتحدث عن انقسام وشرخ كبير. صحيح كل هذا موجود، ولكن المبالغة في الأمر من أجل أن يحدوا من إمكانية أو من أجل أن يفعلوا أطراف مثل الرئيس الدولي ومن والولايات المتحدة الأمريكية. يعني على سبيل المثال يوم السبت الأخير كان هناك نوع من الدعوة إلى التدخل الأمريكي لمنع بنيامين نتنياهو من تنفيذ خطته في الانقلاب القضائي. هذا الأمر يحرك أيضا هذا الحدي في التصريحات، تحرك بعض الأوساط الاقتصادية أيضا لتأخذ موقف، يحرك بعض الأوساط سابقا من الجيش قيادات عسكرية لتحديد موقف للتدخل. يعني متوقع أنه في القريب أن تدخل النقابات إلى المعركة السياسية هذه. إذا دخلت النقابات عمليا اتسع الصراع، ليس فقط في العمق وإنما في الاتساع. اتساع الصراع يعني أنه لابد أن تقوم جهة معينة أو جهات للبحث عن حلول وسط. في الوقت الحاضر رئيس الدولة هو الذي يقدم مبادرة للحلول الوسط أو للمفاوضات بين الأطراف حتى يصلوا إلى حلول وسط. الأزمة عميقة صحيح، ولكن مش أكيد رح توصل لدماء، ولا أكيد رح توصل للا حل. يعني حدة التصريحات هي من أجل الوصول إلى حلول وسط، هذا ما يقصده المعارضون. وإن لم يحدث هذه الحلول الوسط، المعارضة الليبرالية لن تستطيع العودة إلى الحكم في المستقبل. وجه إسرائيل سيتغير. شكرا جزيلا لك. نعم سيد أليف صباغ، شكرا جزيلا لك سيد أليف صباغ، انتهى الوقت بالكامل لهذا الملف، أنت الخبير في الشؤون الإسرائيلية وضيفنا من الجليل في أرضنا المحتلة عام 48. شكرا من جديد لضيفنا. مشاهدينا المسائية انتهت، قدمناها لكم من هنا من مدينة حلب. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر الميادين.net، إلى اللقاء.